ربنا كل حاجه. يبارك وهي في بسيطه، معالي الوزيره بعت لها حضرتك مصحف، المصحف نون اتفضلي يا حاجه عشان تمسكينا بالدعاء. اللهم صل يا برضو حاجه بسيطه. اللهم صل على النبي، صحه وسلامه. لان كده حاجه بقى كده مش محتاجه بجد اي حاجه حاجه والله، احنا ولادك والله، اي حاجه محتاجه تحت امرك. انا عارف انك ابن حضرتك معاكي، بس احنا برضو اخواته يعني تحت امرك. اي حاجه انت عايزاها يلا مساء النورين. احنا كلنا اولادها ساعات. اه طبعا طبعا. اسكندريه مش شايفين ايمن بالواجب معاك ولا لا؟ طبعا. امال ايه؟ طب الحمد لله. استاذ احمد ايمن واجب جامد قوي معانا الصراحه. ربنا يكرمك. نزل خبره و استاذ ايمن رئيس الرئاسه. نعم. استاذ ايمن رئيس الرئاسه. ربنا طبعا ده شرف لينا يا حاج. ربنا يخليك. ربنا يكرمك. ربنا يبارك لينا يا حاج. ربنا يبارك. مش هنعطلك بقى ومش هنطول معاكي. طبعا معالي الوزيره بتبلغ حضرتك تحياتها وتدعي لك انك تدعي لها ان شاء الله في عرفات باذن الله، وتدعي لمصر ان شاء الله. ادعي لها وادعي لمصر وادعي للرئيس وادعي لكم ربنا يبارك. عايزين الله ببركتكم. يا ربنا يبارك. ده انت البركه لينا كلنا يا حاج. الله يخليك. الله يخليك. كل سنه وانت طيب يا حاج. ربنا يبارك.